الريتش هذه يعني هي مكان يعني الواحد بفرغ فيه طاقاته السلبية وبيجيب بدالها طاقات إيجابية. كان هذا الواحد متنفس بالنسبة للطلبة اللي هم بيحبوا القراءة وبيحبوا الروايات وبيحبوا هذه الأمور. بتعني لنا حياة. ليش حياة؟ بتعني لي البسطة حياة، لأنه أنت لما تيجي بدك تغذي جسمك وبدك تطعميه أكل لحتى تعيش، أنت بدك تغذي روحك كمان. ما في طريقة نغذي روحنا فيها غير إنه نقرأ، إنه ننمي فكرنا وننمي تفكيرنا ونوسع آفاقنا. إحنا نطلع على الناس وعلى الحياة بمنظور تاني، فما في منفذ لهالإشي غير الكتاب. فمنعدها مرجعي يعني خلص ثابتة عنا، بنعرف إنه البسطة شادي هون بتوفر لنا، ولو أي كتاب بنطلبه منه هو برجع بوفر لنا إياه مرة تانية. يعني لما بتسأله عارف هو أنا شو طلبي، دليل إنه هو ثقافته واسعة. قبل ما يدل الطالب هو أصلا مثقف، وهذا الإشي اللي بيهمنا. إنه إحنا يعني بالمكتبات هنا بيعطيك عم بيبيعك المادة هيك، بس حلو إنك لما تشوف إنه اللي عم بيبيعك نفسه هو نفسه عارف مادتك ومثقف فيها. هو من خلال تجربتي أنا هون بشوف إنه هو مثقف وقادر على إنه يعني أولا يقنع الزبون كويس، وعنده خلفية ثقافية ممتازة جدا عن الروايات والكتب اللي موجودة عنده، وقادر على إنه يعني يوضح الصورة للإنسان الغير فاهم للموضوع أو للقصة الموجودة بالرواية أو بالكتاب. حبينا نكون يعني قدوة للشباب، إنه هاي البسطة إنه إيش مثلا تعطي دعم للطلاب تعلم حاجاتهم. أي واحد بده يقرأ رواية، جابر يقرأ رواية، بيجي يعني بقرأها هون. والدعم اللي دعمناه لشادي الحمد لله رب العالمين، إنه فيه خير وفيه إنه رجعت بسطته، والحمد لله إنه صار فيه تواصل بين الطلاب وبين الطالبات، وقدرنا إنه ندعم فادي على التواصل الاجتماعي، والحمد لله رب العالمين إنه إيش البسطة رجعت له.